عليكم السلام. هلا يا عمي. نعم. أنا بدي أحلفك بالله هاي شهادة أمام الله وأمام الخلق والشرطة وهم بيشهدوا الشباب. شايف؟ تفضل يا حاج. هلا بالنسبة لسيدي. نعم. وزع الرزقة ولا ما وزعها؟ قسم قبل توفى. قسم قبل توفى. قبل كم سنة تقريبا؟ في حوالي 75 سنة. 75 سنة. أيوة. أحرم عماتي ولا أعطاهن؟ أعطاهن. أعطاهن. أعطاهن كل مني 17 عرق زيتون وكل مني قطعتين أرض ملسى. قطعتين أرض ملسى. أي نعم. طيب بس عندي مسجل أكثر أنا. لا كل مني قطعتين أخذن زيتون أخذن قطعتين. كل مني 17. يعني وزع عليهن في هذيك الأيام؟ وزعهن وسلمهن واستلمهن. سلمهن واستلمهن في حياة أبوهن. استلمهن في حياة أبوهن وجدين ويحرث من الأرض. استلمهن. استلمهن في حياة أبوهن ويحرث من الأرض وجدين. أي نعم. قبل كم سنة؟ في حوالي 75 سنة. تقريبا 75 سنة. في 75 سنة. ها؟ مش فاهم. يعني لو حلفناك على القرآن بتحلف يمين؟ اه بحلف انه اخذن في حياة ابوه. اخذن في حياة ابوه. يعني تكسمت الارض في حياة ابوه. سلمهن. اي نعم. في حياة سيدي الله يرحمه. اي نعم. خلص. ابوي بكى يسوي 3.5 زيت على زمان معطاهن 17 عرق. كيف؟ على زمان معطاهن 17 عرق، ابوي بكى يسوي 3.5 زيت في الشباك. هذا هو يسأل عن يا سيدي. شو رايك يا بروسلي في الحكي؟ والله احنا شهدنا، لا نشهد الا بما علمنا. لا انت تشهد انه عمك قال هيك، انا حلفت بالله العظيم. نعم صحيح. عرفت علي؟ احنا شهدنا الا بما علمنا. خلص يعني لما سيدي وزع في حياته انتهى. هذا ما عاد بيطلع له شيء. له مكسمين حوالي. يقول لك عاملين حصر ارث وبدهم يطالبوا في الرزق واني ما اخذت تجيب له طلب في الرزق. لا والله اخذ. اخذني يا سيدي. الله يبارك لي. اهم حاجه انه تكسم الرزق في حياه الخديار في حياه سيدي صح. خلص انتهينا، ما عاد يجي له عندنا شيء. مزبوط. خلص توكل على الله.